وينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ أحمد إسماعيل الصحفي باليوم السابع. أستاذ أحمد أهلا ومرحبا بك. أهلا وحضرتك يا فندم. أستاذ أحمد، يعني كيف تابعت تحركات السريعة لأجهزة الدولة المعنية وبخاصة وزارة الصحة ووزارة وأجهزة الحماية المدنية وتعاملهم مع الحادث، وأيضا تعامل السيد الرئيس فور حصول الحادث مع أهالي الضحايا ومواساتهم؟ في الحقيقة والله يعني الحادث طبعا حصل النهاردة الصبح تقريبا في ساعات مبكرة من صباح اليوم، لحد الآن الأدلة الجنائية بتفحص الكنيسة لبيان الأسباب الحقيقية للحادث، يعني هو الكلام طبقا لرواية شهود العيان واللي اتحركوا للمساعدة في بداية شب الحريق، بيقولوا إن ماس كهربائي والحريق إن الكهرباء قطعت عن الكنيسة فاشتغل المولد فجت. هذه بيانات رسمية أستاذ أحمد؟ لا، دي من روايات شهود العيان، شهود عيان اللي احنا اتكلمنا معاهم، حتى الان لم تصدر اي بيانات رسميه، وعشان كده بقول لحضرتك الادله الجنائيه تفحص الكنيسه لتحديد نعم. سبب اندلاع الحريق. نعم. عايز اقول طبعا تحركات الاجهزه المعنيه كانت سريعه كالعاده، الاجهزه الحمايه المدنيه اتحركت، تم اخماد الحريق، رجال الاسعاف تم نقل المصابين والضحايا إلى مستشفيات العجوزة والشروق ومستشفى الموظفين من دابة. كان في تحرك طبعا من محافظ الجيزة بالانتقال زي ما حضرتك نوّستي للاطمئنان على الضحايا على المصابين، وأنا بكلمك دلوقتي محافظ الجيزة متواجد وسط الأهالي هنا في محيط الكنيسة، وطبعا رجال الأمن متواجدين، مدير الأمن موجود، وطبعا كلنا تابعنا طبعا. حضرتك موجود في موقع او في محيط الحادث؟ انا في محيط الحادث. نعم، هل لك ان تصف لنا حجم الدمار الذي خلفه الحريق؟ في الدمار، هو الدمار في الادوار العليا فقط، يعني في الدور الثالث والرابع هم اللي فيهم طبعا دمار شديد. طبعا يعني برضو طبقا لروايه شهود العيان اللي هم دخلوا عشان يحاولوا ينقذوا الضحايا، كان معظم الضحايا أطفال، نظرا أن الكنيسة يوجد بها دار حضانة، فده اللي أدى إلى أن وجود عدد من الضحايا من الأطفال. نعم، يعني الإحصائيات العامة التي وصلتنا حتى الآن أنه قد تم نقل 55 حالة إلى المستشفى، هل لديك أي تفاصيل عن 55 حالة؟ كم منهم أطفال، كم منهم كبار سن، كم منهم من؟ لا، أرقام معينة أو أرقام محددة حتى الآن لا نستطيع أن نجزم بالأرقام، لكن نسبة الأطفال زي ما بقول لحضرتك يعني كبيرة نظرا لوجود حضانة. برضو أحد شهود العيان اللي كان من يعني دخل في بداية الحريق وساعد في نقل الأطفال بيقول إن معظم الضحايا ما فيش اي اثار حريق على اجسادهم، الوفاه نتيجه اختناق من الدخان. نعم، هل الحريق في الكنيسه نفسها ام هو المبنى الملحق بالكنيسه الذي يحوي دار الحضانه؟ هو الكنيسه كلها عباره عن مبنى واحد. نعم. متعدد الادوار. الحريق شب في الدور الثالث والرابع تقريبا. هم دول الأدوار اللي تعرضت للدمار أو للحريق بشكل كامل. نعم. الأدوار السفلى طبعا يعني احنا ما دخلناش جوه عشان برضو يعني أقول معلومة مؤكدة، يعني بس برضو من خلال رواية شهود العيان اللي دخلوا ساعدوا قالوا إن الحريق كله كان في فقدنا الاتصال بالأستاذ أحمد إسماعيل الصحفي باليوم السابع، وربما سنعود الاتصال به مرة أخرى للحصول على مزيد من المعلومات باعتباره في موقع الحادث.